السلام عليكم طلاب وطالبات العلوم الطبية المخبرية في المستوى الثالث في جامعة الإسراء. راح نشرح اليوم إن شاء الله عن معمل علم الدم التشخيصي. بين أيديكم حيكون في كتيب المعمل اللي هو Laboratory Manual for Diagnostic Hematology. راح ندرس خلال هذا المعمل عدة نقاط. بداية هنتعلم كيف إن نفرد شريحة الدم Peripheral Blood Film Preparation. في المعمل الثاني حيكون صباغتها Staining of Peripheral Blood Films. المعمل الثالث والرابع راح يكون متخصص في Red Blood Cell Morphology in Health and Disease، كيف نشوف كرات الدم الحمراء بشكل طبيعي على الشريحة ونشوفها بعدسة المجهر، وكيف نشوف خلايا كرات دم حمراء وتكون غير طبيعية. المعمل الخامس والسادس إن شاء الله راح يكون عن الوايت بلود سيل ديفرنشيال كاونت اند وايت بلود سيل مورفولوجي، حنعد كرات الدم البيضاء بأنواعها المختلفة ونشوف النسبة المئوية لكل نوع منها، ونتعرف على أشكال كرات الدم البيضاء الطبيعية والغير طبيعية. المعمل السابع عن الهيموغلوبين إلكتروفوريسيس. المعمل الثامن ريتيكولوسايت كاونت بالسوبرا فيتال ستين. المعمل التاسع راح يكون عن اللابوراتوري تيست فور ابنورمال هيموغلوبين اس حتى نشخص السيكل سيل انيميا. المعمل العاشر عن اللابوراتوري تيست فور جلوكوز 6 فوسفات ديهيدروجينيز ديفيشنسي حتى نشخص هذا المرض اللي هو نقص في جلوكوز 6 فوسفات ديهيدروجينيز. المعمل الحادي عشر حيكون عن البلود فيلم اند بلود فيلم ريبورت، كيف نكتب بعد ما نكون شفنا عدة بلود فيلمز خلال المعمل، كيف إن نكتب الريبورت بطريقة واضحة حتى يصل الصورة للدكتور وكأنه شاف البلود فيلم بنفسه تحت المجهر. المعامل اللي بتتبقى لآخر الفصل راح تكون عبارة عن كيس ستاديز. بالنسبة للكتب اللي تم اختيار المعامل منها وتجميع المعامل منها، كلها كتب حديثة من سنة 2017 حتى 2020، من أحدث كتب علم الدم بصورة عامة وبصورة خاصة لتشخيص أمراض الدم اللي رح ندرسها إن شاء الله في الشق النظري وكذلك في الشق العملي من هذا المساق، كلها كتب قيمة في مجال علم الدم. بالنسبة لتقييم الطالب، إذا كنا في فصل عادي وليس فصل إلكتروني حيكون على التحضير والمشاركة 10 درجات، على الأسايمنتس 10، الاختبارات القصيرة 10، الميدتيرم إكزام 30 والفاينل إكزام 40. أما في الفصل الإلكتروني حيكون 50% على الأسايمنتس والكويزز، وفي عندنا 50% على الفاينل إكزام اللي هو العملي. دوركم كتحاليل طبية دور أساسي في مختبر علم الدم اللي راح نشرحه إن شاء الله خلال هذا المعمل بشكل نظري، وسيتم تطبيقه بشكل عملي. كل معمل بناخده في المعمل في الوقت المحدد للعملي. بالنسبة لدور الشخص اللي بيشتغل في مختبر علم الدم، هو دور أساسي لأنه هذا الشخص حيكون بتشخيص العديد من الأمراض، بداية بأنه حيقرأ شرائح الدم ويكتب الريبورت الخاص فيهم بعد صباغته لشرائح الدم، حيكتب الأبنورمال سيلز، يكتب إذا كان عدد الخلايا كتير أو قليل، بداية من تست بسيط زي السي بي سي، إذا كان عندنا نسبة الدم لا تتناسب مع نسبة الأنتيكو أجيولانت أو مضاد التجرط الموجود في الأنبوب بيعطينا نتائج خاطئة بالنسبة للسي بي سي، بالتالي الطبيب حيعالج بناء على النتائج، هو لا شاف البلود كوليكشن كيف بيصير
ولا شاف كيف شغل السي بي سي، بس انت مسؤوليتك كتحاليل طبية انك تسحب العينة بالطريقة الصحيحة وتعبيها في الانبوب الدم بالطريقة الصحيحة وتفحصها بعد ذلك الفحوصات المطلوبة منك بالطريقة الصحيحة. اذا شكيت انه في خطأ في قراءات السي بي سي بعمل شريحة دم وبصبغها وبشوفها تحت الميكروسكوب. لما انا اشوف السي بي سي اعطاني وايت بلود سيلز عالية بشوفها بالبلود فيلم، اذا كانت بالبلود فيلم الرقم تبعها العدد طبيعي معناها في خلل عندي في جهاز السي بي سي، لذلك ضروري لما استعمل جهاز السي بي سي يكون دائما عندي نورمال كنترول لحتى اتاكد من جوده العمل للجهاز. بالنسبه لللاب الاول اللي هو بريفرال بلود فيلم بريباريشن لابوراتوري 1 راح نشرحه ان شاء الله كيف نحضر شريحة الدم، كيف احضر البلود فيلم، كيف اعمل بلود فيلم. في البداية نعمل بلود سمير ثم نعمل صبغة للبلود فيلم. بداية شريحة الدم لما تكون محضرة بشكل جيد وتكون مصبوغة بالتالي بيكون سهل علينا ان نفحصها، ولكن الشريحة الغير محضرة جيدا وغير مصبوغة بشكل جيد بتكون من الصعب ان نقرأها. هذه الشريحة بتعطينا معلومات هامة عن صحة المريض وهذا له دور مهم في علم الدم. شريحة الدم ممكن نعرف منها عدة أشياء. أول شغلة ممكن أعرف تقييم للوايت بلود سيلز وللبليتلتس. ثاني شغلة ممكن إني أعرف نسب كرات الدم البيضاء لأني بعد أتليست 100 كرة دم بيضاء فبعرف أنواع كرات الدم البيضاء المختلفة نسبها المئوية كام، هذا رح ندرسه معمل لوحده. كمان المورفولوجي شكل كرات الدم الحمراء والبيضاء والصفائح الدموية، أي أشكال غير طبيعية رح ندرسها إن شاء الله خلال المعامل القادمة. إذن حنعرف العدد إذا كان غير طبيعي بالنسبة لكرات الدم الحمراء والبيضاء والصفائح الدموية، كذلك رح نعرف إذا كان في عنا أشكال غير طبيعية لكرات الدم الحمراء أو البيضاء أو الصفائح الدموية، هذه ممكن إن نقيمها عن طريق البلود فيلم. على الرغم من إنه هذا العمل اللي بيكون فيه الاوتوميتد انسترومنتس اللي هي جهاز السي بي سي انه هو العمل الروتيني لمختبر علم الدم، ولكن اذا شكينا في نتائج السي بي سي ممكن اني انا اتاكد منها عن طريق مهارتي في عمل البلود فيلم. بعمل بلود فيلم وبشوفه. طبعا انتو ان شاء الله خلال المعامل خلال شغلكم حتشوفوا شرائح بنسبة 50% من معامل علم الدم التشخيصي او ممكن اكتر من 50% ان نشوف كل معمل ان شاء الله شرائح دم، شرائح دم مختلفة. في عنا شرائح دم طبيعية، في شرائح دم فيها ايرون ديفشنسي انيميا، شرائح دم لمرضى ثلاسيميا، شرائح دم لمرضى سرطانات دم بأنواعها المختلفة. كل هذه شرائح الدم ممكن أني أفحصها تحت الميكروسكوب. كل معمل راح تتدربوا كيف أنكم تشوفوها تفحصوها لحتى تصير عينكم تشوف الشيء الطبيعي والشيء الغير طبيعي وتسجل الأشياء الغير طبيعية كنوتس وتسلموها عن طريق الريبورتس خلال المعمل. نقطة تانية، عندي البلود فيلم كمان بيستخدم زي ما حكينا ككواليتي كنترول في ضبط الجودة to verify the results produced by automated analyzers حتى نتأكد من نتائج السي بي سي. نقطة أخرى إنه أنا كمان عن طريق البلود فيلم بعرف إذا كان عندي بارازايتس موجودة في الدم. بالنسبة لجمع العينة specimen collection كيف بجمع العينة لحتى أعمل blood film، blood film ممكن إني أعمله بطريقتين، يا إما الدم من إديتا anticoagulated blood من دم مسحوب في أنبوب الإديتا اللي بيكون الغطاء له لونه بنفسجي، أو إني أخده fresh
fresh blood with no anticoagulant added، اللي هو باخد عين الدم من القدم أو من الإصبع، وراح أحكي لكم كيف بنجمع العينة أو كيف نعمل specimen collection بالشكل الجيد. أول شغلة، العينات اللي بستقبلها في الروتين تيستس في الهيماتولوجي عادة بتكون محطوطة عينة الدم في إديتا تيوب. الإديتا تيوب بكون الكفر لإلها لونه بيربل، لونه بنفسجي. الأنتيكو أجولانت اللي موجود هو داي صوديوم أو تراي بوتاسيوم إثيلين ديامين تترا أسيتيك أسيد، هذا اختصار للإديتا. هذا يعتبر أنتيكو أجولانت، بيعمل كليتينج للكالسيوم، بالتالي بزيل الكالسيوم اللي هو يعتبر عنصر إسينشيال في الكواجوليشن، زي ما درستوه في مقدمة عن علم الدم في علم الدم السريري، ورح ندرسه إن شاء الله بالتفصيل في مساق علم تخثر الدم، وحنشوف دور الكالسيوم في تخثر الدم، هو دور أساسي. لما أنا أزلت الكالسيوم معناها خليت الدم بحالة سيولة. الهاي كواليتي بلود فيلمز can be made from the blood in the edita tube. من الإديتا تيوب ممكن إني أعمل شرائح دم كتيرة، والبلود فيلم ار ميد within 2 to 3 hours. ممكن إني أنا أخلي التيوب الإديتا من 2 to 3 hours بعد السحب، وبستطيع خلال هذه الفترة إني أعمل البلود فيلم لما يكون عندي الوقت متاح. هذا الإشي اللي بنحكيه بالنسبة لإلنا أدفانتج، لأنه إذا أنا سحبت الدم من أخذته من الإصبع اليد أو إصبع القدم، معناها ضروري أفرد على طول البلد إسمير. لكن لما يكون عندي أنبوب الإديتا ممكن إني أعمل منه أكثر من بلد فيلم. البلد فيلم من الإديتا تيوب بيضلوا في الروم تمبريتشر لفترة، حكينا 2 to 3 hours، ولكن إذا كان أكثر من هذا الوقت، إذا كان أكثر من 5 hours بيعمل لي نوع من أنواع الخلايا اللي هو إيكاينوسايتس، اللي هي خلايا كرات دم حمراء بتكون بشكل مشنشر من الأطراف. راح أوريكم برود فيلم عملته بهذه الطريقة وشفت فيه هذا الشكل من كرات الدم الحمراء، حنشوفه خلال المعمل عشان تعرفوا أنه لو طولنا على أنبوبة الإديتا لأكثر من 5 hours بينتج عنا أن أكسبتابل بلود سيل أرتيفاكتس، بتكون كرات الدم الحمراء غير طبيعية بشكل مشنشر من الأطراف اللي بنسميها إيكينوسايتس، أو ممكن نشوف كمان سفيروسايتس وفاكيوليتد نيوتروفيلز، اللي هي نيوتروفيلز كأنه فيها فاكيولز. هذه الأشكال الغير طبيعية اللي أنا بحكي عنها بتكون أصلاً العينة نورمال، ولكن لأن طولنا في عمل البلود فيلم نتج عنا هذه الأشكال الغير طبيعية. هذول الأشكال راح نشوفهم إن شاء الله في السلايد اللي حضرتها بعد ما طولنا على البلود لحتى عملنا بلود فيلم. Another source للبلود فيلم هو الفينجر والهيل بانكشر، اللي هي أني أخذ العينة من إصبع اليد أو إصبع القدم، ولكن عند سحبها هذه العينة بدي أتبع أنه أني ما أخذ القطرة الأولى، أمسح القطرة الأولى وأستخدم القطرة الثانية لعمل شريحة الدم، ويجب أنه أتأكد أني أخذت السكند دروب حتى أعمل السمير. عيب هذه الطريقة أني لا أستطيع أني أعمل منها شرائح متعددة، يعني شريحة شريحتين، وكمان أني ضروري أفرده أعمل البلد سمير بشكل سريع حتى ما يتجلط الدم. The main advantages of making films from blood in edita tube، من الأدفانتجز لعمل شريحة دم من إديتا، إني ممكن أعمل multiple slides can be made if necessary، ممكن إني أعمل العديد من الشرائح إذا كان ذلك شيء مهم وبشخص لي الحالة بشكل جيد.
كمان إنه ممكن إني أعمل الشرايح خلال 2 إلى 3 ساعات من سحب الدم. الإيديتا تيوب بتمنع الصفائح من التجمع لأنه فيها إيديتا. إيديتا generally prevents platelets from clumping on the glass slide، يعني صعب إنها الشرائح إن الصفائح تتجمع على السلايد بوجود الإيديتا. بالنسبة للدم المحتوي على الهبارين، يعني لما أكون أنا في أنبوب في هبارين حطيت فيه الدم، هذا لا يستخدم لعمل بلاد فيلم، لأنه لما بيصبغ بتختلف في النتيجة من ناحية الألوان للخلايا عن نتيجة الدم في الإيديتا تيوب. أنواع البلاد فيلمز اللي ممكن إني أعملها، في عندي ثيك بلاد فيلم، الثيك بلاد فيلم وثين بلاد فيلم. بالنسبة للثيك بلاد فيلم هذا بيستخدم في البارازايتس اكزامينيشن، في فحص الطفيليات مثل طفيل الملاريا. هذا بيحضر عن طريق placing a small drop of blood in the center of the slide، بنحط في السنتر للسلايد نقطة من الدم في مركز الشريحة، and spreading it out بتفرد with a corner of another slide، يعني بناخذ شريحة بنحط نقطة من الدم في وسط الشريحة وبشريحة أخرى بزاويتها بنقوم بفرد الدم to cover an area about 4 times its original area، حوالي 4 أضعاف النقطة اللي حطيناها على الشريحة بنفردها. correct thickness السمك الصحيح حتى نحصل على نتائج مرضية، ضروري إن لو حطينا نيوز بيبر أو حطينا قطعة ورقية وراء البلاد فيلم، هذا الثيك بلاد فيلم، إني أنا أشوف جزء بسيط من الكتابة، small print is just visible، فقط يعني جزء من هذه الكتابة بشوفه لأنه هذا ثيك بلاد فيلم. منسيب هذا الفيلم حتى يجف، allow the film to dry لمدة تقريبا 30 دقيقة في حرارة 37. بالنسبة للثين بلاد فيلم اللي هو راح نستخدمه بشكل كبير خلال المعمل، هذا بيستخدم في معامل علم الدم وبنقوم بعمله بالطريقة اللي راح نشرحها إن شاء الله. هذا الفيجر اللي أمامنا بنشوف مقارنة ما بين الثيك بلاد فيلم والثين بلاد فيلم. ثيك بلاد فيلم بنستخدمه في تشخيص الطفيليات مثل الملاريا، الثين بلاد فيلم اللي بنستخدمه في رؤية الخلايا كرات الدم الحمراء والبيضاء والصفائح الدموية، وبنعمل استيميشن للعدد وكذلك بنشوف أشكالها الغير طبيعية وبنسجلها. بالنسبة لل peripheral blood film preparation by manual wedge technique، هذا التقنية الويدج بنسميها، إني أنا عندي شريحة بحط عليها نقطة دم وبفردها بزاوية معينة. هذه الطريقة المناسبة والموست كومون يوزد في معامل علم الدم حتى نعمل peripheral blood films. هذه التقنية بنحتاج فيها إلى 2 slides حجمهم كل سلايد من 75 مليمتر في 25، يعني طولها 75 وعرضها 25 مليمتر. بتكون هذه الشريحة ضروري إنها تكون نظيفة، الثيك لإلها بيكون 1 مليمتر، ضروري إن نمسح الغبار عليها إذا كان عليها دست إن نمسحه قبل تحضير شريحة الدم. السلايدز أيضا بيكون في إلها صفة إنها بتكون من طرفها بتكون فروست، يعني بيكون في عنا زي مربع أبيض حتى نكتب عليه البيانات الخاصة بالشريحة، بنكتب عليها تاريخ اليوم، بنكتب عليها اسم المريض، رقم المريض، إذا في معلومات عن الشريحة بتكتب على الفروزد إند. لكن دائما الشرائح اللي هي فروزد إند أو عليها هذا الجزء الأبيض بتكون أغلى ثمنا من الشرائح اللي بدون فروزد إند. بناخد شريحة بتكون عليها الدم والشريحة الأخرى بنستخدمها في فرد
عينة الدم بنسمي one slide للبلد، وال another slide بتكون spreader slide. هذه spreader slide ممكن إني أنا أستخدمها أكثر من مرة طالما طرفها لم يكن مشنشر، أنا بستعملها، بس كل مرة لما بدي أستعملها بغسلها وبجففها وبعدين بستعملها في فرد عينة أخرى. بنحط small drop of blood حوالي 2 ل 3 ملم في الدياميتر، بتنحط في طرف الشريحة، وبعد هيك بنرجع لما بدنا نعمل شريحة الدم. هذه النقطة اللي بدنا نحطها لا تكون too large ولا تكون too small، لأنه إذا كانت too large، إذا كانت كبيرة جدا البلد فيلم وأنا بفرده بضله thick، إذا كانت small رح يكون عندي short blood film، بالتالي أنا بحدد الحجم المعين. إن شاء الله طوال المعمل الأول رح نتعلم كيف نعمل البلد سمير، رح تتدربوا إنكم تعملوا على أكثر من شريحة فرد لعينة الدم. ثالث نقطة بدنا نحكي إنه without delay، بدون ما نتأخر على العينة، بعد ما منحط نقطة الدم ضروري إني أنا أفردها بشكل سريع، لأنه إذا أنا استنيت عليها هذا معناه إنه راح تجف العينة، وحيعطينا حنعرف من خلال البلد فيلم كيف بتكون العينة جافة. الزاوية الفرد بتكون من 30 ل 45 درجة، بفردها بالشكل هذا الموضح عندكم، بنحط نقطة الدم في البداية، بعد هيك في الخطوة الثانية الخطوة بي زي ما انتم شايفين بحاول انه البلد ينتشر على طرف الشريحة اللي هي سبريدر اللي بدنا نفرد فيها، نرجع لورا خطوة بسيطة، وبعدين زي ما شايفين في الخطوة سي بكون بفرد البلد فيلم البلد سمير عفوا البلد سمير، وبسيبها تجف براحتها في الهواء بدون ما أنفخ عليها أو أستعمل لها وسائل أخرى، لأنه هذا حيعطينا عيب في الشريحة إذا استعملت هاي الوسائل. بالنسبة لبعض الملحوظات اللي من الضروري أني أحكي لكم إياها، إذا كان عندنا السي بي سي في الهيماتوكريت كان أعلى، الهيماتوكريت كان أعلى من الطبيعي زي ما في حالات البوليسيثيميا أو في حالة النيوبون، الأنجل أو الزاوية ضروري أني أنا أقللها، يعني تكون حوالي 25 درجة، ولكن إذا كان عندنا الهيماتوكريت العكس بكبر زاوية الفرد إذا كان عندنا الهيماتوكريت قليل بكبر ساعتها زاوية الفرد. نقطة ثانية، إذا عملنا شريحتين أو ثلاث شرايح الأفضل إن الأفضل ما بينهم نختارها حتى نصبغها، وبعض المختبرات بتعمل two good films نحتفظ بواحدة منهم غير مصبوغ إذا احتجنا نصبغه. عملية إنه تتقنوا عمل البلد فيلم هذه بتحتاج إلى الصبر، بتحتاج إلى patience، وبتحتاج إلى المثابرة. كل ما كررنا أكثر كل واكتسبنا خبرة أكثر كل ما كنا أفضل في صناعة شرائح الدم. بالنسبة للفيتشرز أو المظاهر اللي بتدللنا على الـ well made wedge peripheral blood film، المظاهر اللي بتبين لي إنه الـ blood film اللي عندي سليم وصحيح، إنه الدم يكون مفروض على ثلثين أو ثلاث أرباع طول الشريحة، إنه يكون شكله بشكل finger shape بشكل الأصبع، إنه يكون جوانبه واضحة، إنه يكون البلد فيلم بشكل سموث بدون وجود ثقوب أو وجود شوائب على البلد فيلم، القطرة للدم تكون مفروضة بشكل كامل. الصور الآتية اللي رح نستعرضها غير مقبولة بالنسبة للبلد فيلم، رح نحكيها شرح عنها صورة صورة. بالنسبة للصورة A، إذا ملاحظين طرفها مشنشر، هذا إيش سببه؟ سببه إنه الشريحة اللي أنا استخدمتها في الفرد طرفها مشنشر، بالتالي
الشريحة هذه اللي استخدمتها في الفرد، وكان طرفها مشنشر قداني في الصورة A شكل بلود فيلم بهذا الشكل. بالنسبة ل B وحدثت مع كثير طلاب نتيجة للتردد في الفرد الشريحة، هذه الشريحة صار في تقطع أثناء فرد الشريحة، هذه الشريحة B حدث تقطع أثناء فرد الشريحة بشريحة الفرد. بالنسبة ل C إذا بتلاحظوا إنه الـ كان في شريحة الفرد، كان في فرد إلها بشكل سريع too quickly، بالتالي أدت إلى short blood film. في حالة دي الدم ما كفى، نقطة الدم صغيرة جدا، بالتالي نتج عنا blood film بهذا الشكل. في حالة E وحصلت مع كثير طلاب، في حالة E إنه الطالب أو الإنسان اللي بيفرد البلود فيلم حط النقطة ولكن ما استنى إنه الدم ينتشر على عرض الشريحة اللي بنسميها السبريدر سلايد، شريحة الفرد، الدم ما كان منتشر على عرض الشريحة، بالتالي لما فرد البلود فيلم طلع بهذا الشكل لأنه هذا فرد لنقطة. بالنسبة ل F إذا بتلاحظوا زي في نقاط على البلود فيلم، هذا يوجد غبار أو دهن على الشريحة، قد ينتج أيضا من زيادة الدهون في الدم بلود فيلم بهذا الشكل. بالنسبة للصورة G إنه الضغط كان غير متساوي على شريحة الفرد أو سبيدر سلايد لما فردنا الشريحة. بالنسبة للشريحة H كان في ديلي، وهذا حصلت مع كثير طلاب إنه حطوا نقطة الدم ولكن تأخروا في الفرد، بالتالي جف البلد، الدروب أوف بلد بيجان تو دراي، بدأت إنها تجف. فبدنا نراعي كل هذه النقاط لما نفرد شريحة الدم. بالنسبة للدراينج للبريفرال بلد فيلم، كيف إني أجففه؟ يفضل الطريقة الوحيدة والعالمية المعروفة لتجفيفه إنك تسيبه لعند ما يجف لوحده بدون أي تدخلات، بدون ما نعمل بلامبينج بريث، إن ننفخ بالنفس عليه حتى نجففه. هذه الشغلة بتؤدي إلى نتائج عكسية، لأنه الرطوبة اللي موجودة في النفس بتسبب إنه كرات الدم الحمراء بتصبح بشكل إكينوسايتس. لما نشوفها في البلد فيلم بنشوف إنه في تعرجات على أطراف كرات الدم الحمراء أو إنه ينتج عنا ووتر أرتيفاكت، فبالتالي منسيبها تجف وتاخد وقتها. الليبلينج للبريفرال بلود فيلم مهم جدا، ضروري اني اعمل ليبلينج في اي اشي بخص التحاليل الطبية في اي عينة. الليبلينج للبريفرال بلود فيلم ضروري انه يكون واضح، شريحة الدم يجب انه نعملها ليبلينج فورا بعد فردها، بيكتب اسم المختبر، اسم المريض، التاريخ، كله بيكتب بقلم رصاص بنسل على نهاية الفروستد من الشريحة، على الفروستد اند من الشريحة بنكتب هذه البيانات المهمة لحتى ما يصير لخبطة في العينات. الفيكسينج للبريفرال بلود فيلم حتى نحافظ على المورفولوجي للخلايا، احتفاظ بشكل الخلايا، ضروري انه نعمل فيكسيشن للبلود فيلم فور فرد الشريحة، وانه يصير لها تصبح دراي، تصبح جافة، ضروري انه نعملها فيكسيشن. الفيكسيشن عملية سهلة، الفيكسيشن بيصير إميرشن في الجار لميثانول، نغمس الشريحة في جار للميثانول لمدة 3-5 دقائق، احنا منسيبها 5 دقائق في الميثانول. اما اذا كنا الشريحة اللي بدنا نعملها بلود فيلم منسيب وقت اطول، منسيبها من 15-20 دقيقة في الميثانول. من الخطأ ان نسيب العينة بدون عمل فيكسيشن، يجب انه فور جفاف البلد سمير منقوم بعملية الفيكسيشن. اذا تركت بدون فيكسيشن في حرارة الغرفة سنجد انه في عنا باك جراوند من البلازما الجافة بلون ازرق فاتح، من مستحيل ازالتها
إزالة هذا الشيء من العينة. بالنسبة للفكسيشن بنستعمل عادة الميثانول، هذا هو يعتبر الفيكساتيف اوف تشويس. ممكن اني استعمل كمان الايثايل الكحول اللي هو الابسوليوت، فبيستخدم في الفيكسيشن، بس اللي اكثر شيء استخداما هو الميثانول. من المهم اني امنع وصول الماء للبلد سمير قبل انتهاء عملية الفيكسيشن، يعني بخلي البلد سمير يجف وبعد هيك بحطه في ميثانول لمدة 3 لـ5 دقائق، وبعد هيك ببدأ في خطوات الصبغة. لذلك ممكن اني انا استعمل الميثانول، ولما استعمله ضروري اني اغلقه بشكل جيد لانه زي ما بتعرفوا انه بيتبخر. انتهينا من المعمل الأول الشق النظري، وإن شاء الله رح يتم تطبيق البلد سمير في الشق العملي اللي راح يكون في المعمل بإذن الله. بالنسبة لللاب 2 رح يكون كيف نعمل صباغة للبلد سمير. شكرا على حسن استماعكم.